قاطعت مجموعة من عائلات القتلى الإسرائيليين جراء الحرب خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفل أقيم لتأبين قتلى 7 أكتوبر، وطلب بعضهم نتنياهو بأن يخجل من نفسه، كما سمع في أحد المقاطع المصورة خلال خطاب نتنياهو. من الناصرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة. أهلا بك سيد وديع معنا على شاشة الحدث. يعني أولا في هذا التوقيت حيث تجرى محادثات في الدوحة، هوكشتاين إلى المنطقة لبحث جبهة لبنان، هذه الحادثة اليوم في هكذا مكان مهم وحساس في تل أبيب، إلى أي مدى سيكون لها تأثير على مجريات الأمور؟ نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. بالتأكيد هذه يعني عملية نوعية ربما وصفها بالخطيرة بسبب المكان، بسبب الزمان، هوية المنفذ وحصيلة هذه العملية. المكان طبيعة الحال منطقة في غاية الحساسية بجانب قاعدة عسكرية كبيرة، وهي يعني تابعة للوحدة الاستخباراتية الأهم في إسرائيل 8200، كذلك الأمر مقر الموساد ومقر الشباك قريبا من هناك. ويأتي ذلك أيضا في توقيت في غاية الحساسية. اليوم إسرائيل أعلنت عن يوم حداد وطني قومي في الذكرى السنوية حسب التقويم اليهودي ل7 أكتوبر، ويأتي مثل هذا العمل أو مثل هذه العملية لتذكر الإسرائيليين بأن العدو ليس ببعيد الوعيد، العدو هنا قريب، وأن النزيف مع الفلسطينيين في الجبهة الأساسية وفي الأساس. وكذلك الأمر تعداد هذه الحصيلة، عدد كبير من المصابين ومن العسكريين بالتحديد، بالإضافة إلى هوية المنفذ كونه مواطن فلسطيني يحمل المواطنة الإسرائيلية. هل ستؤثر ذلك على المفاوضات؟ أنا أعتقد أن المفاوضات كانت يعني تسير بشكل أعرج منذ أن بدأت، وهذه المرة لا تبدو أنها مختلفة عن مرات سابقة، بغض النظر عما يعني ستؤثر مثل هذه العملية أو لا تؤثر. ببساطة هناك خيارات وأولويات لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية تلقي بظلالها على هذه المحاولة الآن الجديدة في الدوحة، وهذا ما دفع بعض العائلات اليوم لمقاطعة نتنياهو في خطابه خلال طقوس إحياء الذكرى السنوية، لأن العائلات المحتجزين وكذلك أوساط في إسرائيل ليست قليلة، تعتقد أن نتنياهو لم يتغير، لم يلتقط اللحظة ولم يستغل الفرصة بعدما أن حققت إسرائيل مكاسب عملياتية على الأرض في لبنان أو في غزة بدليل مقتل سنوار وحسن نصر الله وما إلى ذلك، بدلاً من يعني يترجم ذلك إلى مكاسب سياسية، ذهاب إلى خيار سياسي يتمم الفعل العسكري لا يزال يراهن على. طب ولذلك كيف نفهم اليوم؟ بالتأكيد يعني يوآف جالانت خلال الأشهر الماضية كان مع الذهاب إلى صفقة، وهذا أعلن مرارا وتكرارا. اليوم حين نتحدث عن تنازلات مؤلمة، هل يعني بأنه ربما يكون هناك بعض التقدم أو الإيجابية فيما يتعلق بهذه المحادثات؟ نعم، بالتأكيد سؤال مهم. لو كان الأمر بيدي جالنت والمؤسسة العسكرية الأمنية لكنت قد تحدثت وإياك في موضوع ما بعد الصفقة هذه بأيام كثيرة. جالنت ليس سرا معني بهذه الصفقة منذ شهور، وهو يعتقد أنها مصلحة استراتيجية لإسرائيل، أولا استعادة النازحين واستعادة المخطوفين. هو ليس مجرد عمل إنساني، إنما عمل استراتيجي، بمعنى أن هذا الملف النازف إذا لم يعالج بشكل صحيح هذا يمس بالحلم الصهيوني، بالأسطورة الصهيونية، وكأن إسرائيل فقط حبر على ورق من حيث مزاعم أنها الأكثر مكانا، المكان الأكثر أمنا واطمئنانا لليهود في العالم. وإذا ما تركوا هؤلاء لمصيرهم هذا يعني أن اليهودي الإسرائيلي يقول لنفسه أنه من الممكن أن يختطف من بيته من داخل غرفة نومه، وأن لا تكترث الدولة به ولا تستعيده. بالإضافة طبعا إلى أن الجيش متعب على كل الجبهات، الجيش يقاتل على أكثر من جبهة، وجبهات حقيقية ليست مجرد يعني كلام وشعارات عن الجبهات. وبعد عام وإسرائيل لم تكن قد اعتادت على مثل هذه الحروب طيلة يعني منذ 48 حتى اليوم، كانت حروبها وتجاوزت العام. سيد وديع، أنت تقول بأنها يعني موضوع المحادثات أعرج وتتوقع أن يستمر هكذا. الكلام الآن هو على أن إما خيار من الاثنين، أن يذهب نتنياهو إلى الصفقة ويربط ما بين الجبهتين لبنان وغزة، أو أن يستمر في المناورة والمماطلة حتى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أيهما بالنسبة لك؟
نعم، هو منحاز للخيار الثاني بالتأكيد، ولا يوجد هناك أي تفسير منطقي وعقلي، يعني حتى المرء يستطيع أن يستشعر الصح من الخطأ، ربما يضع نفسه مكان صانع القرار الإسرائيلي. إسرائيل فعلا كان لديها فرصة لأن تلملم جراحها وأن تغلق هذا الملف، تغلق هذا النزيف. صحيح أنها أوقعت نكبة في غزة وقامت بتدمير أوساط كثيرة من جنوب لبنان وفي الضاحية، لكنها تضررت، هناك نزيف اقتصادي عسكري دبلوماسي، هناك ضغط كبير في جيش الاحتياط، حالة تململ كبير في إسرائيل من طول أمد هذه الحرب. ولكن حسابات نتنياهو مختلفة، هو ينتظر الإدارة الأمريكية الجديدة، ينتظر ليرى من سيدخل البيت الأبيض، على أمل أن يساعده في ذلك لأمرين جوهريين. أولا، ربما استكمال ما حدث في الأمس، ضرب إيران وضرب المنشآت النووية الإيرانية بدعم من ترامب في حال فاز ترامب. والأمر الثاني، أن يؤيد ترامب إسرائيل في محاولة يعني الاستيطان في قطاع غزة ومواصلة الحرب حتى تدمير حزب الله وحماس بالشكل الكامل ويعود بالنصر المطلق. وأنا أقول لك، ربما هذا الكلام يبدو الآن غريب، لكن حتى تبدو الصورة واضحة، اسمحي لي أن أضيف جملة واحدة. لا يمكن فهم يعني نتنياهو دون أن نفهم وندرك أن طوفان الأقصى كان حدثا جللا كبيرا مؤثرا على وعي الإسرائيليين، لأنه أفقدهم الكثير من ثقتهم، ليس بالحكومة وبالجيش، إنما بالغد وبالمستقبل. وهو الآن في محاولة للمزيد من الصيد، محاولة من المزيد من المكاسب، يحاول هندسة. هنا الحديث عن المكاسب سيد وديع، بالتأكيد 7 من أكتوبر يعني كان هزيمة كبيرة لإسرائيل، وتحديدا نتنياهو الذي دائما ما كان يبحث طوال الفترة الماضية عن نصر ما. اليوم الحديث عن 2 ربما في لبنان لتحقيق هذا الحزام في مسافة 4 كيلومترات، أم أن هناك أهداف أخرى وأكبر لنتنياهو وأن الموضوع سيطول في لبنان؟ لا، هناك غايات أكبر بالتأكيد، للأسف الشديد هناك غايات أخرى تنذر بطول للحرب. كما كنا، هو ينتظر إدارة أمريكية جديدة تسانده بشكل أعمى أكثر وبشكل سخي أكبر، وهو يريد البعد قدر الإمكان عن ذكرى 7 من أكتوبر. ربما يعني يفوز بما يخطط له، تغيير ذاكرة الإسرائيليين، هندسة وعيهم وذاكرتهم، بحيث يطمس هذا اليوم طوفان الأقصى 7 من أكتوبر. لأنه ببساطة رغم كل هذه المكاسب التي حققها الجيش الإسرائيلي، هناك اعتقاد لدى الإسرائيليين بأن نتنياهو يجب أن يعود إلى البيت، أن الأمر قد قضي وانتهى، وبدليل أن استطاعة الرأي لا تعطيه ما يكفي من نتائج. ولذلك هو يعني يفهم ذلك، يدرك ذلك، ويسعى من أجل المزيد من المغامرة، علّه أن يعود بصيد أكبر يقنع الإسرائيليين بالصفح والغفران له لإبقائه في الحكم وفي التاريخ، لأن الرجل. ما هو نوع هذا الصيد سيد وديع؟ لماذا تتوقع أن يكون هناك أهداف أخرى لدى نتنياهو تحقق له هذا النصر وأن يستمر في مستقبله السياسي؟ يعني إبقاء فتح جبهة لبنان مفتوحة يساعده في محاولة استهداف إيران من خلال استدراج أمريكا لارتطام مباشر مع إيران. وإذا كان ترامب يعني موجودا، هذا خيار بالنسبة لنتنياهو قائم وموجود، حتى وإن بدأ لي ولك وللعالم هذا أمر من ضرب من الجنون، ولكن بالنسبة لنتنياهو بالذات اليوم الأحد، هناك عدد كبير من الكتاب المحللين والمراقبين وفي المؤسسة الأمنية في الاحتياط يعتقدون أن الجيش قدم أداء رائعا، ولكن المستوى السياسي كان قد امتاز بالقصور وفوت فرصة تاريخية. هناك من يقول ذلك في إسرائيل، ومحللين ومراقبين جديين، أن إيران كان بالإمكان استهداف منشآتها النووية، ونتنياهو فوت الفرصة التاريخية التي طالما لوح بها وتحدث عنها، ولذلك ربما هذا يدفع للمزيد من الأطماع. وبالإضافة طبعا إلى محاولة إخضاع وكسر حماس بشكل أكبر، بحيث لا تبدو عملية تبادل الأسرى والمخطوفين كيدا مرتدا عليه. لكن أنت تخيلي أن يعني حكومة تعرف نفسها الأكثر يمينية ووطنية في إسرائيل ستشهد عملية تبادل أسرى تشابه أو تعيد للذاكرة عملية صفقة السنوار في عام 2011 وخروج مئات من الفلسطينيين الأسرى القدامى مما يرفعون شارة فيه. هذا بالنسبة للحكومة ربما يكون سبب في عملية إسقاط الائتلاف. ولذلك نتنياهو
يدرك أن مصلحة إسرائيل تقتضي الآن أن ينهي اللعبة بين مزدوجين، ولكن الائتلاف المتطرف هذا يريد مواصلة الحرب حتى النصر المطلق لأسباب مختلفة، منها الرغبة بالاستيطان في غزة. شكراً. طبعاً شكراً جزيلاً لك من الناصرة، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي وديع عوودة، شكراً جزيلاً لك.